بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس 11 ببرنامج الفوتوشوب. اليوم رح نعمل مشروع صغير اللي رح نشوفه قدامنا هلا. هو عبارة عن شركة مثلا لزيت زيتون او زيتون او اي شيء، اعطيتني انينة عندها منتجات اللي هو انينة الزيت هاي، وقالت لي سوي لي تصميم او لزقة على الانينة مشان شرح عن المنتج تبعهم شوي واسم، يعني اللزقة اللي بتنحط على الأنينة. فهنا وقت يبعثوا لي المنتجات رح يبعثوا لي انه شو بدهم يكتبوا معه. ففي عندي هون بالفوتوشوب فيني اضيف انا نوت صغيرة، فهو وقت يبعثوا لي صورة على الفوتوشوب ضافوا لي نوت صغيرة اللي هي هون، بكبس عليها كبستين بيطلع لي الكتابة اللي لازم انا اكتبها اللي هن حاطين لي اياها اكتبها. منين هي النوت بتنضاف؟ ممكن نضيفها من هون من الادوات، من قائمة الادوات. في هون ادوات، مجموعة ادوات، هي اول وحدة شراءة الالوان، وفي من بيناتهم النوت. فانا فيني اضيف نوتات قد ما بدي، اكتب اللي بدي اياه هون. نفس الشيء انا بدي اخذ على شي شركة، بدي يعني انا مثلا شركة بدي ابعت لحدا او بدي فهم حدا موضوع معين، بكتب له نوت هون، بشوف النوت بياخذها. بدي امحي هاي النوت، الزر اليميني ديليت نوت. فهلا النوت اللي عندي اللي هن اعطوني اياها اللي فيها الكتابه رح انسخها وحطها على طبقه من طبقات الكتابه التي، هي رح تطلع بهذه الطريقه. اذا ملاحظين كيف شكلها رح تطلع، بما انه انا منسوخها كاملة هي، فهي عم تطلع كلها على سطر واحد. فانا بدي اقعد اقسمها وزبطها، بقرا وبشوف وين لازم انزل سطر، وين لازم خليها بنفس السطر. هلا انا جهزتها قبل شوي وزبطت الكتابة فيها. قبل ما احط الكتابة انا بدي احط على لزقة، فاللزقة عندي اللي جهزتها كمان قبل شوي عملت عبارة عن مستطيل في ثلاث ألوان، أبيض ومقطوع بأسود وأصفر أو برداني قريب شوي بين الأصفر، أصفر غامق. رح أضيف الكتابة. أول شي بظبط مكان المستطيل هذا اللي عندي، أو هاي اللزقة اللي أنا عم بسويها هاي هيك. ضفت الكتابة، كتابة لحررها شوي لحتى نشوف شوي فيها شغلات. هلا هاي الكتابة. هلا اذا بلاحظ هون في بين السطر والسطر فراغ كبير، لحدد شوي كل الكلام اللي عندي، وبروح على قائم على لوح الباراجراف او الكاركتر. فبشوف هون انه في فراغ بين السطر والسطر، فاذا بشوف هون ليكو A، خط A هون الفراغ يعني المسافة بين كل سطر وسطر 24 بكسل. فيني زيدها، فيني قللها قد ما بدي، بضغط هون او بكبر هون. حتى اذا بدي تباعد الاحرف عن بعضه فيني غيرها. شايفين؟ فيني غير تباعد الأحرف عن بعضها أو الكلمات عن بعضها. وبالنهاية بيطلع عندي الكلام اللي بدي اياه، بساوي بالطريقة اللي بدي اياها، بحجم الخط اللي بدي اياه. هلا رح ضيف كمان طبقة كتابة، وبما انه هاد زيت زيتون لحط اوليف اويل. اوليف اويل بختار نوع الخط. يعني فيكن تقولوا هذا المشروع عبارة عن درس لأداة الكتابة
بطرق معينة، يعني انه بجميع انواع الكتابة رح نشتغل فيها بطبقة الكتابة. رح كبر الخط شوي وبختار نوع الخط اللي بدي اياه. رح اختار هاد مثلا، رح اعطيه بلود، خليه يسمك شوي. رح اشوف صغر الانيه عشان اشوف حجمه بالنسبة للباقي. كبره شوي، تمام هيك بالنسبة لي. هاي الكتابة رح اخذها شوي على اليمين، رح اعطي تأثير لهي الكتابة إذا بدي اللون اللي بدي إياه. فيني أعطيه لون أبيض، حاطيه تأثير ستايل أو وارب، أعملها شوية وارب، نقي الوارب اللي بدي إياه هيك ظريف. تمام، رح اعطيها شوية تأثير مثلا ظل خفيف. حتى الطبقة التحتانية او الكتابة تبع اللاين فاين لايك فاين، رح اعطيها شوية دروب. رح اشوف ازوم، دائما انا عم اشتغل بحاول اني اقرب لعند الشي اللي عم ساويه، اشوف كيف بيطلع. فيني احط انا هون انه سايز بالمكبر، اختار برينت سايز حجم الطباعة، انه هيك على الطباعة رح يبين حجمه، فبدي اشوفه انا كمان على الطباعة انه كيف حجمه مناسب. شايفين كيف ماله واضح؟ معناته لا، رح اشيل الدروب شادو او خففه كتير عشان نخلي شوية، فيني شيله عشان ما يعطي، لانه الطباعة ممكن يعطيك رجة خفيفة هون بما انه الكتابة صغيرة، فرح شيله احسن، خليها سادة احسن. رح اكتب هلا بطريقة تانية بأداة الكتابة، رح اكبس عليها كبسة طويلة. في عندي شي اسمه Vertical Type Tool، شايفين بصير بكتب بشكل عمودي. مثلا رح اكتب هون بشكل عمودي product of Italy او اي مدينة تانية. product of Italy. رح صغر الكتابة، رح اعمل انا شغله هون بما انه في عندي كتابه مثلا نص عندي من فوق لتحت، يعني حجمه من هون لهون، فرح خلي هي برودكت اوف ايطالي تاخد حدود انه من هون لهون. رح صغره قد ما فيني، غير نوع الخط او ساوي انعم شوي، شوف اذا في انعم من هذا المحطوط. تمام، هاد رح اعمل تباعد للاحرف عن بعضها. تمام، رح اختار لونه كمان احمر. هيك تمام، اذا تفرج عليها بزاوية شوي بشوفها. تمام منيحة، لاحط بالمكان الاسود هون. راح اكتب هون مثلا اكسترا فيرجن، اكسترا
فير فيرجن كمان. اذا بدي اغير نوع الخط فيني اغيره، بس بما انه نعمل تناسق بين الخطوط كلها مع بعضها، ما يعني مو كل خط موديله شكل ويعمل انه شي رفيع كتير وشي عريض وشي ضيق، فبيعمل انه بتلاقي انه الرسمة مو مزبوطة، في مشكلة بتلاقي. فهيك خليها هيك، كتير ممتازة. هلا رح نعمل كمان اكتب فوي فو هون، مع انه هذا منتج زيتون او الشركة الكبيرة هي، هذا منتج اوليف اويل مثلا، من شركة اسمها اوليف مثلا، رح نحط شركة اسمها اوليف. ما بينت لانه باللون ابيض فبنغيره، بس نحط لون اسود. رح كبر الخط اكبر بما انه هو اسم الشركة. هلا هي رح اعطيها تأثير تاني. في عندي هون زيتون، رح اخذ طبقة هي صورة الزيتون وحطها فوق كلمة اوليف، ومثل ما تعلمنا هذيك المرة انا بديك بس بدي اخلي طبقة الزيتون محتواه بقلب الاوليف، فبك بس الت وبين الطبقتين لحتى يطلع عندي السهم، بحط ايدي بين الطبقتين لحتى يطلع عندي السهم، بك بس هيك بصير الاوليف الزيتون هاد اخذ يعني جاية جوات الكلمة. فلحتى نخلي مثلا نعمل حفر او نفر او هيك خفيف شوي، رح نعمل للاوليف تأثيرات افكت، رح احط لها انر شادو. شايفين كيف طلعت؟ انه هي محفورة وبقلبها طلع حلوة. هاي هيك هلا هيك خلصنا المعلومات اللي بدنا نكتبها والشي اللي بدنا نساوي. هلا الفكرة انه دائما نحن الأنينة مثلا، هاي الأنينة هاي اللي عم نشتغل فيها أنينة الزيت، هي عبارة عن أسطوانة يعني شيء دائري وليس مستقيم. فالورقة اللي عندي أنا هاي بالشكل هاد مستقيمة، فأنا بدي أخليها بشكل منحني على الأسطوانة تبع أنينة الزيت. فأول شيء رح أعمله أنا عشان ما أروح الطبقات اللي أنا اشتغلت عليها، وإذا بدي أعدل شيء رح ارجع امسكها. حطيت ايدي على اخر طبقة بدي اياها، ما بتفرق وين ما حطيت ايدي، اول طبقة ولا اخر طبقة، بس حتى ناخذ هي الفكرة الصغيرة. انا بدي احدد كل شي طبقات من هون، من 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 طبقة معينة لطبقة معينة، وكل شي بيناتهم بدي احددهم. فتخيل مثلا عندي مثلا شي 20 طبقة، اقعد اكبس عليهم كل وحدة كنترول واكبس عليهم كل وحدة لحالة فما بخلص. ففي عندي هي كبسة سريعة انه بحدد الطبقة معينة بدي اياها، بكبس شيفت وبروح على الطبقة اخر طبقة بدي اياها كمان محدودة، كل شي بيناتهم بيتحدد. رح ارجع انسخه مرة تانية، هاي نسخته مرة تانية، رح اعمل لهم شي اسمه فيت. فيت يعني رح ادمجهم كلهم مع بعض بدون ما يتأثر شي بتأثيرات، بدون ما تتأثر طبقة بتأثيرات الطبقة التانية. هلا بنشوف ليش بتتأثر. رح اعمل لهم شيء اسمه فيت ميرج لاير، عفوا ميرج لاير، صاروا كلهم طبقة واحدة. ليكو هي الطبقات اللي انا نسختها اول شيء، رح اخفيها اذا بدي، رح اخفي الطبقات اللي سويتها اول شيء اذا بدي، ورح خلي الطبقة اللي انا سويتها اللي نسختها وعملت لها ميرج، ورح اعملها قبل ما احركها، قبل ما اغير فيها اي مع اي شيء، رح اروح اعملها convert to smart object. هلا رح احكي الفرق بيناتهم بعد ما ننفذ العمليه، شو انه السمارت اوبجكت، شو الاوبجكت العاديه، هي الطبقه العاديه. شوفوا اول شيء رح اعمل سمارت اوبجكت، حط لي انه هون انه الطبقه صارت عندي سمارت اوبجكت، صار فيني احركها بدون ما اكل هم اي شيء. رح اعمل كنترول تي، فصار عندي الطبقة هيك. بيجي بالزر اليميني بعمل وارب، بكبس باليمين. هلا انا تي الكنترول تي عشان اعمل لها ترانسفير ترانسفورم،
وغير حجمه اذا بدي او شيء. بس هلا في عندي انا خيار اسمه وارب، تفرج عليه هيك، طلع لي طريقة معينة، جاب لي الصورة كلها. فأنا هي فيني أتحكم فيها كيف ما رحت وكيف ما أجيت، يعني فيني أغير معالمها لهي الصورة. شوفوا كيف حمسكها من النص واسحبها لتحت، شايفين كيف بتمط لتحت؟ هي أنا عم مط الصورة، شايفين؟ هلا بما إنه هي مدورة ليك من هون، بحاول أنا بجيب التدويرة عليها، يعني نفس الطريقة تبع التدوير، ومن فوق نفس الشيء. وبالمنتصف كمان بسحبه شوي لتحت هيك، تمام. اذا بحط انتر، شايفين كيف حرجع؟ شايفين كيف صارت انه كأنه ملزقة عليها؟ قيم خطوة قبل عشان تفرج الفرق كيف كانت، هيك مباشرة مسطحة، هيك صارت منحنية شوي عليها. هلا رح احكي انا شو الفرق بين السمارت اوبجكت والطبقة العادية، الاوبجكت العادية. هلا الفرق بيناتهم، اذا بنتذكر انا حكيت باول درس عن شيء اسمه فيكتور وبيت ماب. الفيكتور هو الأشعة، الرسم الإشعاعي، والبيت ماب رسم البكسلات. البكسلات إذا كبرتها أو صغرتها أو غيرتها حركتها فهي رح تتشوه، أما الفيكتور شو ما عملت فيها ما بتتشوه. الفكرة إنه بتساوي لي سمارت أوبجكت، بس حطها الصورة اللي عندي عبارة عن فيكتور، يعني ما بتغير شيء إذا غيرت فيها. يعني إذا بدي أرجع أرجعها لوضعيتها الطبيعية بنفس الحركة اللي عملتها رح ترجع بدون أي تشويه. لو إنه خليتها بكسلات، إذا كان طبعا الصورة أكبر بكتير من هيك، فاذا غيرت هاي المعالم، هي انه حركتها هيك او كبرتها او صغرتها او سويت اي شيء عليها، وارجع بدي ارجع للصوره الاساسيه اللي كانت عندي، رح تخرب الصوره وتأرجيني انه في مشكله بالصوره، صارت بكسلت الصوره، انضرب فيها بكسل او بكسلين، فبتاثر هاي القصص. فوقت حط انا سمارت اوبجكت برتاح من هاي القصه، انه ما باكل هم رح تخرب ما رح تخرب، فهي خلص سوي لي اياها فيكتور، بتاخذها كصوره كامله فيكتور، ما بتعود تتحرك تتغير مشان ما تخرب الصورة، بس مو اكتر من هيك. الدمج اللي انا عملته هو ميرج لاير او ميرج فيزيبل او فيتن ايميج. رح اعطي بس هيك خفيف شغلة خفيفة عنه، ان شاء الله تكون بس استفدتوا من هذا الدرس، انه اذا اجاكم شي منتج او اي شي بدكم تعدلوه تساووه ممكن تقدروا تساووه. رح اعمل طبقة جديدة او لاير، بروجكت جديد. رح اجي ارسم بالفرشاية رسمة معينة، ويجي اخذ لون تاني، عفوا بدي احطها طبقة جديدة لحالها، وهي لون تاني، وغير مثلا الشكل. ف كمان على طبقة لحالها. فهلا بما انه هي الطبقة لحال فيني احركها، وهي الطبقة لحال فيني احركها. اذا بدي اياهم انا يصيروا طبقة واحدة، هي ميرج داون صاروا طبقة واحدة، او اختصار لإلها اذا بنتفرج شو مكتوب جنبها، كنترول اي كنترول اي كمان اندمجوا. بس هون في فكرة صغيرة، في فكرة انه اذا بكبس انا كنترول اي بتدمج لي كل طبقة، الطبقة العليا مع الطبقة اللي تحتها تماما. الميرج داون نفس الشيء بتعمل، بس في فكرة صغيرة هون انه اذا انا بستخدم بحدد الطبقات اللي بدي اعملها، في فكرة صغيرة كميرج داون او كنترول اي هي نفسها، انه اذا انا كبست، اذا انا عامل تأثيرات مثلا على الطبقة الفوقانية، مثلا اعملها مو نورمال هون، مثلا اعملها اي مود معين، جيت كبست كنترول اي
هلا ما راح يبين المود هون لانه هذيك اسود، او لا ليكو ها بين المود. اجيت كبست كنترول اي، اخذت الطبقه الفوقانيه اللي اندمجت مع الطبقه التحتانيه، سمات الطبقه التحتانيه. يعني الميرج عمل لي انه اي تاثير عملته على الطبقه التحتانيه مثلا، واجيت دمجت فيه طبقه فوقانيه، الطبقه اللي فوقها رح تاخذ تاثيرات الطبقه التحتانيه، وهذا الشيء ما بيفيدني. كيف انا مشان ما اخذ تاثيرات، انا بس بكبس بحدد الطبقات اللي بدي حدد بدي ادمجها، وبكبس لهم كنترول اي. فتن ايمج، بعطيهم فتن ايمج، فصاروا كلهم طبقه واحده وهن باك جراوند. يعني هلا هاي الفتن ايمج عملت لي باك جراوند، هلا رح اخفي الباك جراوند واجي اعمل ميرج فيزيبل. شو عملت الميرج فيزيبل؟ رح اعمل اكثر من طبقة جديدة. انا هون عم تاخذ نفس التأثيرات، مفروض انه ما تاخذ التأثيرات نفسها. هلا نشوف شو المشكلة. اعمل طبقة ثانية كمان، رح لون لون الازرق. بيجي انا مثلا خفيت طبقة اللي لونها حمراء، بيجي انا عملت وخفيت الباك جراوند، بيجي بعمل ميرج فيزيبل، فهو دمج لي بس الطبقتين اللي محطوط عليهم عين، اللي هون مبينين مرئيين، اللي مو مرئيين ما دمجهم. هلا اجباري بدها تطلع الطبقة وتاخد سمات الطبقة اللي فوقها طبقة واحدة، لانه هن اخر شي عم شوف. انا شوف مثلا هي اخر شي عم تاخد النورمال، النورمال اجباري بدها تتغير، لانه هاي الطبقة اعطيها هيو مثلا، وهي الطبقة نورمال، واخر شي عم بحصلهم بنورمال. فما رح تاخد اجباري السمات اللي فوقها. بس انا عم بحكي على هاي القصة مو بالمود. اذا كان عندي افكت معين، دروب شادو مثلا، هاي دروب شادو، اذا بيجي بكبس كنترول اي كلهم اخذوا دروب شادو، اذا بحدد هيك بكبس كنترول اي ما اخذوا دروب شادو. شايفين كيف؟ يعني هلا انا الطبقه الفوقانيه اذا حطيت كنترول اي عملت ميرج داون اخذوا كلهم الافكت اللي كنت حاطه للطبقه التحتانيه، اما لما حددتها هيك طبقتين مع بعض بعدين كنترول اي دمجتهم، بس الطبقه اللي كانت هي عليها التاثير هي عليها التاثير ما تغير، والباقي ما عليهم تاثير، ما اخذوا الافكت اللي انا كنت حاطه. هاي الفكره اللي كنت احكيها. اما بالنسبه للمود رح يتغير اجباري. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الجلسة، يعطيكم العافية.